خلافا لكل أنواع البابون الأخرى، فإن الأبحاث العلمية التي أجريت في المملكة العربية السعودية ترجح أن بابون الهامدرياس المعروف بقرود الرباح تشكل كنوع في الجزيرة العربية وليس في القارة الأفريقية. مرت الأرض خلال 400,000 عام الماضية بعصور جليدية انحسر فيها ماء البحر وطغى تبعاً لزيادة الثلج في القطبين، ومع انحسار ماء البحر تكون جسر بري عند مضيق باب المندب، والذي يشكل البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، ربط بين القرن الأفريقي والجزيرة العربية، وعبره عبرت سلالات قرود الرباح المنتشرة حالياً على امتداد جبال السروات والحجاز جنوب غرب الجزيرة العربية. وعندما تراجع العصر الجليدي لارتفاع حرارة الأرض طغى ماء البحر فانعزلت مجموعات القرود في الجزيرة العربية. تكيف هذا النوع من القرود مظهرياً وسلوكياً وفسيولوجياً على البيئات الصحراوية في الجزيرة العربية ليشكل النوع المعروف حالياً بقرود الرباح. وخلال آخر عصر جليدي قبل 20,000 سنة، عندما انفتح الجسر البري ثانية عند مضيق باب المندب، عبرت مجموعاته للقارة الأفريقية لتشكل المجموعات الأفريقية من هذا النوع والمنتشرة حالياً في أريتريا وأثيوبيا والصومال. تعتبر قرود الرباح الأصغر حجماً بين أنواع البابون الأخرى، إذ لا يزيد وزن الذكر البالغ عن 24 كيلوغرام والأنثى البالغة عن نصف هذا الوزن، فإن لونها الفاتح يعكس أشعة الشمس، وعيشها على الجروف الصخرية في مجموعات يوفر لها الحماية والغذاء المتنوع من النباتات البرية. يتدرج التنظيم الاجتماعي لقرود الرباح من مستوى الأسرة فالعشيرة فالعصبة فالقطيع، وفي كل أسرة ذكر سائد وعدد من الإناث والصغار. انتفاخ مؤخرة الإناث في منتصف كل دورة شهرية تكيف فسيولوجي مظهري لخفض الطاقة المهدرة على الجنس، وبينما تحصل الأنثى على رضيع كل عامين، فإن سلوكيات التفلية تشيع داخل الأسر لتقوية الأواصر والراحة والسلامة الصحية. من بين 234 نوعاً من القرود في العالم، تتميز مجموعات قرود الرباح بسلوك القيادة، وهي سلوكيات عدائية تمارسها الذكور ضد إناثها للحفاظ عليها داخل الأسر ومنع اختلاطها بذكور آخرين. يتدرج هذا السلوك من تحديق الذكور في إناثها إلى العض في أقصى حالات الغضب. يخفض هذا السلوك الصراع بين الذكور للحصول على الإناث، مما يخفض الطاقة المهدرة، وهذا يعتبر تكيف سلوكي على خفض استهلاك الطاقة في بيئات شحيحة. ولكن للمدنية ورفاهية العيش ضريبتها، إذ تؤثر على الحياة الطبيعية للكائنات الفطرية، وقد أثرت النشاطات البشرية سلباً بانحلال السلوك الاجتماعي لقرود الرباح. أدت عمليات الرعي الجائر والاحتطاب المكثف وتدمير البيئة وحرائق الغابات والجفاف إلى فقد كثير من تجمعات القرود لمصادر غذائها الطبيعي، فانجذبت لمصادر غذاء بديلة تمثلت في مرامي النفايات والطرق والمتنزهات العامة. وتبعاً لذلك انهار النظام البيئي والاجتماعي لكثير من مجموعات القرود البرية، وتحولت بعد اعتمادها على مصادر غذاء تقدم من الناس إلى مجموعات مستأنسة. الغذاء البشري الفائض فاقم أعداد مجموعات القرود المستأنسة حتى بلغت 5 أضعاف المجموعات البرية المماثلة، وقد تصل إلى 600 فرد في المجموعة. وكنتيجة للاكتظاظ بدأ الانحلال الاجتماعي باستقلال الإناث وزيادة نسبة الذكور العوازب، وميل الذكور السائدة للاحتفاظ بعدد أقل من الإناث وازدياد عدائيتها تجاهها. وظهر سلوك قيادي جديد بالإمساك بذيول ورقاب الشبيقات منهن في محاولة يائسة للمحافظة على تماسك الأسر. تحولت المجموعات الكبيرة من القرود المستأنسة إلى مشكلة بشرية، من حلولها خفض أعدادها بعمليات التعقيم والحيلولة دون وصولها لمرامي النفايات وتوعية الناس للامتناع عن تقديم الغذاء لها.
وإذا كان الإنسان المسؤول الأول عن كل تلك المشاكل، فإن الكفارة الأمثل التي يقدمها على هذه الخطيئة هي الابتعاد عنها واحتواء الضغوط التي يمارسها عليها كي تعود إلى طبيعتها البرية كما أوجدها الله.